بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين إذاعة MBC FM في حلقة جديدة من برنامج التارجت. نواصل معكم فيها تغطيتنا لموسم حج هذا العام، ونتعرف سوية على الجهود العظيمة اللي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج. زي ما عودتكم قبل ما نبدأ في نستقبل ضيوفنا ونتكلم عن الجهود المقدمة، نستعرض أبرز الأخبار الخاصة في هذا الموسم. استقبلت إدارة الأبواب بالمسجد الحرام في مكة المكرمة حجاج بيت الله الحرام بأجود أنواع الطيب والبخور في إطار حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا بموسمها السادس. وأوضح مدير إدارة الأبواب محمد بن حسن الباتي أن الإدارة قامت بتبخير وتطيب الحجاج، وذلك في مداخل الحرم وعند الأبواب والمسعى والمصليات وداخل صحن المطاف والمشايات وغيرها من الأماكن بالمسجد الحرام، مبينا أن الهدف من ذلك بعث الفرح والسرور لقاصدي بيت الله الحرام والارتقاء بمنظومة الخدمات التي تستهدف رواد بيت الله الحرام. خبرنا الثاني، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتكليف الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ بخطبة يوم عرفة للحج هذا العام 1439 هجري، ويعتبر الدكتور حسين آل الشيخ من أبرز أئمة وخطباء المسجد النبوي، وهو قاض بالمدينة المنورة، كما ألقى العديد من الدروس العلمية في الفقه والتوحيد والحديث والقواعد، إضافة إلى بعض المحاضرات في الجامع الكبير بالرياض. من جهة أخرى، تستعد رئاسة الحرمين لإطلاق مشروع ترجمة خطبة عرفة لخدمة ضيوف الرحمن، والذي أعد بخمس لغات مختلفة وهي الإنجليزية، الفرنسية، المالية، والأردية، والفارسية. وتفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس المشروع والتجهيزات المخصصة لنقل البث، كما حث القائمين على المشروع على بذل قصارى جهدهم لإيصال خطبة يوم عرفة للعالم أجمع في ظل رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة لنشر تعاليم الدين السمح للعالم كله. احنا راح نتكلم عن هذا الموضوع في حلقة اليوم، موضوع ترجمة الخطبة لخمس لغات، وراح نتكلم عن بشكل عام عن إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين. لكن راح نطلع فاصل، وبعد إن شاء الله مكملين معكم مشوار تارجت. اللي حاب يشارك على 011-268-4488 أو من خلال حساب إذاعة MBC FM أو حسابي الشخصي محمد الإبراهيم. البداية بتكون مع أصيل وراشد الفارس. حياكم الله من جديد في تارجت. نتكلم اليوم ونواصل الحديث لتغطيتنا لموسم الحج لهذا العام، ونتعرف على الجهود العظيمة اللي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج. ذكرت يمكن قبل الفاصل خبر عن رئاسة الحرمين تستعد لإطلاق مشروع ترجمة خطبة عرفة لخدمة ضيوف الرحمن، واللي راح يعد بخمس لغات مختلفة. الحديث أكثر عن هذا الخبر والحديث عن المجهودات الكبيرة اللي تقدمها إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، يسعدنا أن يكون معنا الآن الأستاذ سلطان المسعودي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين. أرحب فيك أستاذ سلطان. حياك الله. يا مرحبا، حياكم الله جميعا، وسعد الله مساءكم. ومساك يا رب. أستاذ سلطان، في البداية إذا حابين نسألك عن الجهود الرئاسة والإمكانيات اللي تسخرها لخدمة ضيوف الرحمن في قطاع الإعلام والاتصال. أي نعم، بداية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدت لموسم حج هذا العام مبكرا، حيث جندت أكثر من 10,000 موظف وموظفة في الحرمين، وتم إعداد الخطة أو البدء بالخطة من غرة شهر ذي القعدة إلى نهاية شهر ذي الحجة. الخطة التي تقوم بها الرئاسة تركز على عدة محاور رئيسية ومهمة، منها المحور الخدمي وهو ما يتعلق بالخدمات، سواء كان زمزم أو النظافة أو العربات في الحرمين وتقديمها بالشكل المناسب للحجاج. المحور الثاني اللي هو الإداري والبشري، وهذا يأتي أولا بتهيئة الكوادر وتنفيذ الدورات لإعدادهم لاستقبال الحجاج والتعامل معهم بالابتسامة وبالرفق. بالنسبة للمحور الثالث اللي هو التوجيهي والإرشادي، وتعلق بتقديم الدروس و الإفتاء وحلقات العلم وتصحيح التلاوة، ويتبع ذلك المحور الهندسي لتأكد من جاهزية المباني وسلامتها لاستقبال الحجاج. المحور الأخير وهو الذي يركز أو تركز عليه إدارة الإعلام والاتصال، اللي هو
المحور الإعلامي وهو يتناول إبراز جهود الدولة حفظها الله في خدمة الحرمين وتسليط الضوء على أعمال الرئاسة. الرئاسة خلال هذا العام يعني أعدت عدة مبادرات، ومنها الترجمة الفورية لخطبة عرفة، حيث تبث لعدة وسائل تمكن الحجاج من الاستفادة من الترجمة، وذلك في محيط المشاعر المقدسة. الترجمة تأتي خلال هذا العام بخمس لغات، وهي اللغة الإنجليزية والفرنسية والملاوية والأردية. تم تجهيز غرف مغلقة للمترجمين وغرف تحكم، وحيث إنشأ موقع يعني تطبيق خاص وموقع للترجمة وهو تطبيق الحرمين، حيث أن جميع الحجاج ممكن أن يستفيدوا من هذه الخطبة عن طريق التطبيق في جواله في أي مكان كان. بالنسبة للمبادرة الثانية اللي هي حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا، الحملة هذه تأتي لموسم السادس، تهدف إلى إكرام الحجاج وتقديم البرامج لهم وبرامج الضيافة. والجدير بالذكر أن الرئاسة ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال تستقبل الحجاج بدءا من طائرات الخطوط السعودية، وذلك بعرض موادها الإعلامية، أفلام الوثائقية السينمائية والبرامج التلفزيونية. نعم، وبعدين استقبالهم من خلال إدارة الأبواب. صحيح. استقبالهم يأتي بعد ذلك استقبالهم في المطارات بكاونترات توزيع ماء زمزم، مصاحف، كتيبات توعوية وإرشادية بلغات مختلفة. ثم بعد ذلك يأتي استقبالهم في ساحات المسجد الحرام وإدارة الأبواب، مثل ما يعني انتشر اليوم بموضوع التطيب والبخور. صحيح، البخور. نعم. أي نعم. تكلمنا عنها أكثر، هذه المبادرة. هذه المبادرة تطيب اللي هي تجي طبعا من ضمن الحملة الخاصة في خدمة الحاج والزائر وسام فخر. نعم صحيح. تأتي هذه المبادرة بتهيئة الجو، وذلك بتطيب السجاد بماء الورد، وتبخير أروقة المسجد الحرام، وتطيب الحجاج بدهن العود والمسك، وذلك خلق يعني جو مناسب للعبادة. نعم، أنت ذكرت أستاذ سلطان المسعودي في بداية يمكن حديثك أن التجهيزات راح تكون هي من بداية ذو القعدة إلى نهاية ذو الحجة. ذو الحجة. نعم، لكن أكيد أن هذه الاستعدادات يعني هذا هو الموسم، لكن الاستعدادات تسبق هذا الموسم. من متى بديتوا في الاستعدادات الخاصة لهذا الحملات أو الموسم موسم الحج؟ بمجرد انتهاء موسم رمضان بدأت الاستعدادات لموسم الحج، منها ما ذكرت أنا ما يخص بالمحور البشري الإداري، تقديم دورات للموظفين بلغات مختلفة، التعامل مع الحجاج، وبدأ بعد ذلك الخدمات وكيف ممكن نوصلها للحجاج بشكل أسهل وبطريقة مناسبة. نعم، اللي راح يترجمون خطبة يوم عرفة في بعضهم سعوديين يعني عندهم لغات؟ نعم، في شباب سعوديين يتكلمون عدة لغات، في من يتكلم منهم باللغة الإنجليزية ومنهم من يتكلم بالفرنسي والملاوي والأردو. ما شاء الله. بالإضافة إلى متعاونين من جامعات سعودية. ما شاء الله، احنا نتمنى إن شاء الله أن جهودكم هذه يعني نهاية موسم الحج تكون كلها إن شاء الله خدمة مميزة لضيوف الرحمن، وتساعدهم لتأدية مناسكهم. بإذن الله، بإذن الله، إن شاء الله أن يتقبل من الحجاج ويرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين بإذن الله. بإذن الله. كل الشكر لك الأستاذ سلطان المسعودي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين. شكر لكم، أعطيكم الله العافية. الله يعافيك، شكرا لك. راح نواصل المشوار في تارجت، راح يكون إن شاء الله عندنا حديث أكثر وأكثر. أنا ذكرت يمكن في بداية الحلقة الخبرين، وهو الأستاذ سلطان المسعودي من إدارة الإعلام والاتصال يعني أكد على هذه الأخبار وكيف تم التهيئة لها، اللي هي موضوع استقبال حجاج المسجد الحرام بأجود أنواع البخور، وأيضا ترجمة خطبة عرفة اللي راح تقدم لخدمة ضيوف الرحمن واللي عدت بخمس لغات مختلفة. راح نطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله مكملين تارجت
وهالمرة راح يكون معنا إن شاء الله الحديث عن دور الهلال الأحمر في جدة والأدوار اللي يقومون فيها في موسم الحج، راح نتعرف عليها بعد هذا الفاصل. تارجت مع محمد الإبراهيم. لبيك اللهم لبيك. عزيزي الحاج المصاب بالسكري، احرص على وضع سوار حول المعصم أو حمل بطاقة تعريفية تفيد بأن الحاج مصاب بالسكري ونوع العلاج، ليتسنى تقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة، وينصح بعدم البدء بالطواف أو السعي إلا بعد تناول العلاج والطعام الكافي، وذلك لمنع انخفاض مستوى السكر في الدم. تارجت مع محمد الإبراهيم. حياكم الله من جديد في تارجت، الحديث عن التغطية مستمرة لموسم الحج هذا العام، والتعرف على الجهود العظيمة اللي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج. قبل الفاصل ذكرت أن راح نتعرف على دور الهلال الأحمر في المنطقة الغربية في موسم الحج، ويسعدنا الآن أن يكون معنا مشرف التوعية بالهيئة الهلال الأحمر بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي وأيضا ميناء جدة الإسلامي، الأستاذ عبد الله أبو زيد. أرحب فيك أستاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية على إتاحة لنا هذه الفرصة. تفضل يا أستاذ. يا هلا بك. احنا طبعا راح نتكلم عن جهودكم والخدمات اللي تقدمونها للحجاج القادمين برا وجوا، سواء برا عن جوا عن طريق الميناء، وبحرا ايضا عن طريق ميناء جدة الاسلامي، وجوا عن طريق الملك مطار الملك عبد العزيز الدولي. في البداية خلينا نعرف وش هي الواجبات اللي تكون من ضمن الهلال الاحمر في الحج، ابرز الواجبات. حرصا من هيئة الهلال الاحمر السعودي بتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والتوعوية للحجاج، وبدعم مستمر من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله، وذلك بتسخير كافة قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن بما فيها هيئة الهلال الأحمر، بمتابعة مستمرة من معالي الدكتور محمد القاسم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي لتأكيد الرسالة الإنسانية التي تنتهج الدولة من خلال تقديم الخدمات الإسعافية للحجاج من مبدأ العمل الإنساني، والذي أسست عليه الدولة، وتعتبر المشاركة في هذا الحدث السنوي ترجمة للأعمال الإنسانية للهلال الأحمر من خلال تجهيز أفضل الكوادر والطواقم الفنية والإدارية والفرق التطوعية للعمل في مكة والمدينة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام. نعم، خليني أسألك على طاري المنافذ الجوية والبحرية والبرية، البرامج اللي أنتم تقدمونها من قبل متطوعي الهلال الأحمر لضيوف الرحمن، تفضل. تستقبل الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي وفود الحجاج القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز صالة الحجاج، بتقديم الهدايا الرمزية وتقديم الإرشادات الصحية والتوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم برفع المستوى الوعي الصحي لدى الحاج، وذلك ضمن الحملة التي تقوم بها الهيئة لاستقبال وتوعية الحجاج القادمين من جميع المنفذ البري والبحري والجوي، وتعريفهم أيضا بتطبيق سيفني وتوزيع المطويات لدى الحاج بعدة لغات للتعامل مع الحالات الإسعافية قبل وصول سيارة الإسعاف بالطريقة الصحيحة. يعني هذا التوعية الوعية للحجاج عبر المنافذ، كيف يتعامل مع الحالة الإسعافية قبل وصول سيارة الإسعاف، الاتصال بالرقم رقم الهلال الأحمر، عمليات الهلال الأحمر 997، التبليغ عن الحالة بالتطبيق سيفني. تطبيق سيفني هذا خدمة جديدة في هيئة الهلال الأحمر لتسهيل وصول سيارة الإسعاف لموقع الحدث. جميل. طيب يعني أكيد تختلف تجربة الهلال الأحمر وطريقة تعامله في المطار عن مثلا ميناء جدة الإسلامي، نتكلم عن تجربتكم في الميناء.
منها الجدة الإسلامية زي ما يعني سبق أني نعم. كلمتك بخصوص استقبالهم بتوعيتهم بترحيب فيهم في موسم هذا الحج بتقديم الإرشادات والنصائح الطبية عن طريق يعني مطويات. هدف الهلال الأحمر ليس فقط الإسعاف بل الوقاية والتوعية في الوقاية والإسعافية، خدمة إسعافية أكيد هي في خدمة إسعافية، لكن أنتم قاعدين تركزون في استقبالكم لضيوف الرحمن على التوعية، جانب التوعية أيوة والوقاية. إحنا دورنا توعية بنوع الحاج علشان كيف يتعامل مع الحالات الطارئة قبل وصول سيارة الإسعاف. جميل. فأما في عندنا بالنسبة للتطبيق أسعفني، نعم. هذا التطبيق يستقبل بلاغات الخدمة الإسعافية وعبر الهواتف الذكية بست لغات مختلفة ما شاء الله، وهذا في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية. ويدعم التطبيق أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم البلاغات من خلال إرسال رسالة استغاثة أو طلب خدمة إسعافية دون الحاجة لإجراء مكالمة. جميل. مع غرفة العمليات لسهولة وصول سيارة الإسعاف. بالعكس التطبيق أسعفني في دقة للوصول أفضل من يعني أفضل من الاتصال، يحدد الموقع مباشرة. نعم. فتسهل مهمة الفرقة الإسعافية للوصول، ولما يكون الوعي والتثقيف الصحي لدى الحاج كيف يتعامل مع الحالة بالطريقة الصحيحة، أول شيء إنقاذ الحالة من مضاعفتها يعني إلى استقرارها إلى وصول سيارة الإسعاف. جميل. طب خليني أسألك بجانب التوعية وبجانب التثقيف في موضوع الإسعافات وأيضا بالخدمة اللي تقدمونها من خلال الإسعافات الأولية، في هدايا توزعونها على الحجاج إذا ما خاب ظني؟ أيوة، هدايا رمزية نوعيتها للحجاج نقدمها عن طريق المتطوعين المشاركين معانا في صالات المطار وميناء جدة الإسلام. جميل. طيب الحين راح نسأل يمكن اللي يسمع. بالإضافة عندنا مركز إسعافي متواجد على مدار الساعة في مطار الملك عبد العزيز يتلقى البلاغ عن طريق غرفة العمليات. بناء على هذه المكالمة تتجه الفرق الإسعافية داخل صالات الحجاج في الحالة الطارئة لا سمح الله، وتقديم الخدمة الإسعافية في نفس الموقع للحاج في حالة إنه الحاج يحتاج إلى نقل، فينقل إلى مركز إسعاف المطار لاستكمال العلاج في مركز صحي المطار. جميل. طب خليني أسألك الحين يمكن اللي يسمعنا في السيارة، موضوع الهلال الأحمر هو أغلب عمل تطوعي، السؤال كيف إمكانية أن الشخص ممكن يتطوع مع الهلال الأحمر سواء من مواطن أو مقيم ويساعد في خدمة ضيوف الرحمن؟ التطوع يا أستاذي مفتوح التسجيل لجميع المجالات الطبية والإدارية عن طريق موقع هيئة الهلال الأحمر. في عندنا برنامج في نفس الموقع تطوع معنا، يبادر بالتسجيل وتعبئة الاستمارة، وإن شاء الله بإذن الله مسؤولين التطوع في إدارة في هيئة الهلال الأحمر يتواصلوا مع الشخص هذا ونشكرهم على تطوعهم وتعاونهم مع الهيئة بإنقاذ روح مصاب، خاصة يعني الكادر الطبي هم جزاهم الله خير اللي أكثر مشاركة معنا في الخدمة الإسعافية في الخدمة التوعوية. فنشكر المتطوعين على تسجيلهم ويعني مساندة الفرق الرئيسية بالهيئة. نعم. نشكرهم كثير الشكر. جميل. طب أنا قبل ما أختم معك مشرف التوعية بهيئة الهلال الأحمر بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي وأيضا ميناء جدة الإسلامي الأستاذ عبد الله أبو زيد، ودي لو تعطينا كذا نصائح وقائية بشكل عام خاصة في الهلال الأحمر عن موسم الحج بشكل عام. بشكل عام يعني تجنب ضربة الشمس باستخدام المظلات، عدم التعرض للشمس، شرب الماء، وإن شاء الله بإذن الله
يعني تجنب استخدام مثلا الأشياء الحادة اللي تسبب إصابة. فعدة النصائح كثير يعني. ونسأل الله السلامة للحجاج بإذن الله. كل الشكر لك الأستاذ عبد الله أبو زيد، يعطيك العافية يعني على النصائح اللي قدمتها، وعلى أيضا الدور الكبير اللي قدمه هيئة الهلال الأحمر، وبالأخص في موضوع التوعية والوقاية. أشكرك أستاذ الفاضل، الله يكرمك ويعطيك العافية، وأشكر قناة الـNBC على إبراز جهود هيئة الهلال الأحمر، وهذا واجب علينا والله يا أستاذ. الله يعطيكم العافية، ما قصرت. شكرا لك. راح نطلع فاصل مستمعينا، وإن شاء الله بعد الفاصل راح نتواصل معكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج التارجت. نتكلم اليوم ونواصل تغطيتنا لموسم الحج وأبرز وآخر الأخبار الخاصة والاستعدادات لهذا الموسم، موسم الحج لعام 1439. فاصل ونواصل. حياكم الله من جديد، مواصلين مشوار تارجت، وراح يعني نتكلم عن نواصل تغطيتنا الحديث عن أبرز الجهود اللي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في الحج. راح نروح مع هذا الخبر. أطلقت وزارة الحج والعمرة للمرة الأولى خدمة الحضانات لرعاية أطفال حجاج الداخل في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة التعليم، بهدف توفير بيئة تربوية نوعية آمنة تحت أشراف كادر مؤهل يرعى الأطفال تعليميا وترفيهيا وصحيا، ويقيهم مخاطر الازدحام والعدوى وفقدانهم وتعرضهم للحوادث في المشاعر المقدسة، حتى يؤدي الحجاج مناسكهم في خشوع. ويستطيع الحجاج ممن لديهم أطفال التسجيل في الخدمة خلال إكمال عمليات تسجيل الحصول على تصريح الحج عبر المسار الإلكتروني للحج ضمن البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة اعتبارا من هذا الموسم. بالإضافة لوزارتي الحج والعمرة والتعليم، هناك جهات أخرى تشارك في هذه الخدمة، منها وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركة تطوير لخدمات التعليمية. طبعا يتم استقبال الأطفال خلال موسم الحج من اليوم السابع وحتى 13 من ذي الحجة، والفئات المستهدفة وفقا للمستويات وهي البراعم من شهرين إلى سنة ونصف السنة، والزهور من سنتين إلى 3 سنوات، واليانعين من 6 سنوات إلى 10. وراح يتم تعليمهم بخمس لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الملاوية والتركية. وكانت وزارة التربية انتهت من إعداد برنامجها الصحي والتربوي لاحتضان الأطفال من عمر شهر إلى 6 سنوات في عدد من الروضات الموسمية التي رأت الوزارة أهمية إطلاقها خلال موسم الحج والعمرة. وأبانت الوزارة أن افتتاح الحضانات والروضات سيخضع لاشتراطات إصدار تراخيص التي تقرها الوزارة ممثلة بوكالة التعليم الأهلي، ورح تتولى المشرفات التربويات لرياضة الأطفال والمشرفات المتخصصات في التربية الخاصة والأمن والسلامة وغيرهم مهام الإشراف الفني والإداري عليها. أيضا أشارت إلى اعتمادها في برنامجها الصحي والتربوي للحضانات والروضات الموسمية نظاما أمنيا للحفاظ على أمن وسلامة الأطفال، يتضمن توثيق عملية دخول وخروج الطفل مع المرافق ببصمة، بالإضافة أن يتأكدون من هوية الطفل وهوية والديه، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. وشملت الإجراءات الأمنية أيضا منع دخول المرفق لغير الأشخاص المصرح لهم وفق نظام أمني، حيث يتم تزويد المرافق بكاميرات لهذا الغرض. مع هذا الخبر نكون تقريبا وصلنا نهاية مشوار حلقة تارجت لليوم. راح يتجدد بكرة معكم الموعد الساعة 2، نواصل من خلاله تغذيتنا لموسم الحج لهذا العام، ونتعرف من خلال برنامج تارجت على أبرز الجهود العظيمة اللي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج لهذا العام. في ختام حلقة اليوم، هذه أجمل تحية مني محمد الإبراهيم ومن معد البرنامج الزميل أحمد الشهري. راح نترككم إن شاء الله مع مجموعة منوعة من الأغاني، والساعة 4 موعدكم مع نشرة 4 من قناة العربية، راح يتم بثها بشكل كامل لنتعرف على أبرز وآخر الأخبار والمستجدات سواء لموسم الحج أو في الشأن السعودي. الختام بصوت الفنانة جميلة ومتيم، ونلتقيكم بكرة بإذن الله.